وصل صوتك. تقليم يا يوه يا اللي ما تغبوش ربي يا عرم عليكم الاسمين سنين ولا نبني فيه سيبني 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 ازوني الحبس يا اخوي عليه بنتي يتبتوها اسماني عيني ساكم عيب الخبس عليه دريش حيكاك اللعب في بنات الصغار نبيع في زصلة نلعب ستمعني يا مريض بالعصار اخطوني الموت يا ودي نحكي بالصوت يا شطور 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 شنو عملت لكم باش مذهن البلاد بالعكس انا عامل الوحيد اللي عامل حاجه تفرح الصغيرات رانا حاسين بيك يا ودي رانا حاسين بيك كما نظر هذاك البيت قانون راه احنا حاسين بيك انتوا قتلوني بس ما قلتوكش ما قلتوكش يا ودي انا نمشي للحبس هزوني وقهوه لا لا ما تجيش والله العظيم انا بنعمل شيء في روحي انا انسان مريض صعبتوني عندي تو من كان عيمادي خلي فينا نخدموا ها هي كانت تربيتي وخير على هكا يا ربي في الصيف نخدم ها نلعب في وليدات صغار لا عنده يلعب وتجيبوا فيا لا عندي مشاكل لا عندي عيوب